موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا احنا اتكلمنا في سورة الرهن، المسألة لا شيخ الإسلام تيمية، واضح ابن القيم طبعا بينتصر ان لكلام شيخي كما ذكرنا، وطبعا بينازع ان في اجماع، فبيقول هذا فعل امامنا، يعني الامام احمد عمل الصوره دي، واضح. فالامام احمد رهن عليه عند خباز وقال ان جئتك بحقك والا فهما لك، سمعته كده؟ فهو بيقول الامام نفسه ايه، ها يبقى ده لا، هو طبعا ده هيبقى روايه اخرى كحد اقصى يعني، والا فهنا نائل الاثرب، اسف نائل هنا ابن المنذر، يعني هذا معنى كده يعني، ابن قدامه نائل وذكر ابن المنذر قال كده، ان معنى لا يغلق الرهن عند احمد كده إذا جيتك إيه. فهل بقى الرواية الفعلية دي هيبقى فعله ده رواية أخرى، ولا ممكن فعله سهوا منه، ولا إيه ده يعني إيه شيء آخر؟ فعموما زي ما اتفقنا إن هذا في الحقيقة فتح باب لأن يستغل الدائن حالة المدين وحاجة المدين. أنا حقيقة كان يعني عندي قدر قليل من ما نشتدش على هذا القول عشان الذي نسب للإمام إيه أحمد، ولكن في الحقيقة لما قال لي بعض الطلاب حالة البنوك في أوروبا وكيف أنهم يستغلون حاجة الناس ويجعلونهم يرهنون بيوتهم وغير ذلك، فلم يبقى عندي ذرة من تردد في أن هذا القول قول يعني في منتهى البعد، لا أريد أن أصفه بعبارات أشد، وإلا فهو يفتح الباب فعلا لأن ينال المرتهن الدائن من الراهن ما يريد بسبب حاجة الآخر. قال فصل: وللمرتهن، هذا الفصل سيتكلم فيه عن الانتفاع بالرهن، ويعني في النهاية تكلم على المؤنة والتكاليف على مين. قال: وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا، يعني حتى ولو كان إيه حاضرا. نص عليه أحمد لما روى البخاري وغيره عن أبي هريرة مرفوعا: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. في الحقيقة احنا عندنا ممكن سبورة، ولكن تخيلوا اننا على سبورة يعني انجاز الوقت. الانتفاع بالرهن له حالتان، هنكتب كده حكم الانتفاع بالرهن حالة وحالة. طبعا لا أدري ماذا نصنع، هذه إن شاء الله يعني نتركها في التسجيل، لا مشكلة. لا ندري ماذا نصنع، هل يعني أريد جلسات للمناقشة فكيف نوفر لها وقت؟ لا أدري، ولكن نريد أن نضع قدر ونتناقش فيه، قدر ونتناقش فيه، قدر ونتناقش فيه، لأن يعني مع الأسئلة يظهر أن البعض أحياناً بيحتاج تكرار الأشياء، أو ممكن تكون معلومة غير واضحة، فهذا يعني هيبقى خارج التسجيل، يعني نص ساعة أو ساعة لربع في قدر ما يعني الأخوة تسمعه جيدا ونتناقش فيه، فده نحتاج أن نديرها جيدا. فلا أدري من سيوكل بها، مش عارف، ممكن نلحقه تيسير، نلحقه بدرس التيسير بحيث أن احنا نضرب ونسير بدرس التيسير، نبقى ربطنا بدرس التيسير ايضا. هو درس التيسير المشكله في ان نشغل اليوم بدروس اخرى، فاحنا نريد ان نطيح بالدروس الاخرى حتى نوفر وقت لدرس التيسير، ده الازمه. ها؟ المناقشات ساعتها تبقى افيد.
لا يا اخو انا بس مش عايز اطول بس في الاستقطاع ده احذفه يا شيخ عشان هو ده استقطاع احذفه. انا هقول كلمه واضحه بالبسيط كده، ده هيبقى وقت ملوش علاقه بالدرس خالص، اما قبل واما ايه بعد او في يوم لوحده. ان هنتفق على باب كذا، الاخوه تسمعوا كويس واضح وهنتناقش فيه، وبعدين احنا عايزين نفكر كده على المجموعه اشتركوا معانا، هل من اول الكتاب ولا من اول المعاملات عشان اصعب. في دروس نازله، هو الدروس ما بتنزلش الله هتنزل. هو على فكره انا لا اراجع شيء، الدروس المفترض انها بتنزل انا لا اراجع ولا اعرف، ولكن هو الاخوه القائمين على موقع السلف عندهم مشكله. الاخ اللي بنزل درس محمد مسافر، محمد عبد السلام مسافر، فان شاء الله ربنا سهل اللي هو وعدني انه ممكن اسبوع او بكتير اسبوع الجاي يعود وينزل ان شاء الله. لكن هو بصراحه الدكتور محمد شغال معانا بديل، يعني الراجل بالكفاءه يعني مش شغال بيسجل بس ما يقدرش ينزل على الموقع، ده مش تخصصه، لكن هو بيتعب معانا بيسجل ويقطع ويعمل، ربنا يبارك فيه ويتقبل منه. طيب نرجع للدرس. باذن الانتفاع بالرهن هنعمل سهمين، السهم الاول باذن الراهن والسهم الاخر بغير اذن الراهن. يبقى الراهن اللي هيقول له انتفع، ولنضرب مثال، اداله ارض راهن قال له مش مشكله الارض دي بدل ما تبقى عطلانه ازرعها، المدين اذن لمين؟ للدائن. راهنوا عربيه قال له طب افرض عندي مشاوير وبتاع ممكن استخدمها، قال له مفيش مشكله. حلو، يبقى هنا انتفاع باذن من؟ الراهن. هذا عند الحنابلة جائز بشرط ألا يكون الدين قرضا، بشرط أن الدين ما يبقاش إيه، إحنا اتفقنا أن الدين لفظ عام والقرض إيه خاص. يعني ممكن الرهن إيه سببه، واحد سلف ده صورة أقرض صح، صورة أخرى اشترى وعليه إيه دين مش كده ولا لأ، يبقى إيه ثمن سلعة صح، فوضع رهن حتى يأتي بالإيه بالثمن. مثال ثالث، أتلف شيئا فعليه دين الاتلاف قيمة المتلف واضح، فراهن حتى يأتي بالايه بالقيمة تمام ولا لا، يبقى دي صور اخرى للايه للديون وكلها فيها ايه رهن معايا ولا لا. فقال الحنابلة لا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا واضح وهذا قول الجمهور. اما الشافعية وهو الارجح ان شاء الله انه لا يجوز الانتفاع المجاني، فهذا في الحقيقة ربح في دين ولا فارق بين القرض وغيره، هياخد دينه بزياده. حد فاهمني؟ دي طبيعتها ان هو مكسور عينه يلا باللغه البسيطه، فبيقول له ممكن استعمل، هيقول له ايه؟ استعمل. واضح؟ فهو عليه فلوس سواء بقى فلوس دي بقى دين سلعه ولا اي حاجه، فبيقول له طب يا عم العربيه اللي انت حاططها عندي رهن ده اروح بيها شويه لو احتاج، يقول له ماشي، فبياخد دينه زائد الانتفاع بالايه؟ فده ربح في الدين، فالشافعيه قفلوها. في القرض وإيه وغيره، وهذا عندي أقرب تمام. طيب الصورة الثانية، بس الحنابل قالوا لا، قالوا في أي دين هو مسامح، المشكلة لو كان الدين إيه قرض. القرض أشد نوع من أنواع الديون عند الفقهاء في مسألة الانتفاع، فاكرين لما قالوا قبضة من ها الحاجات اللي المرة اللي فاتت اللي قالوها كلام من عبد البر. طيب يعني او هو ما قالش ابن عبد البر ما قالش لفظ التبن، هو كان قال لفظ اخرى يعني قبضه من التبن دي انا زودتها في بعض الكتب، لكن ابن عبد البر كان له تعبير قال قبضه من علف، يعني انا قلت بالمعنى يعني بس في كتب تانية بتقول كده. لا بقى ما انتوا عايزين تضيعوا الوقت نوع من انواع الايه المشاكسه الانتفاع بغير اذن، وده هنعمل تحته ثلاث اسهم، هنعمل تحته كام ها ثلاث اسهم. الاول او ممكن سهمين، بس في السهم الاولاني تحته ايه سهمين. انهو اللي فات باذنه وقفلناها، قالوا يجوز في غير القرض والراجح ولا القرض ولا ايه ولا غير، خلصت بغير اذنه. اعمل سهمين والسهم الاول تحته سهمين،
يعني يبقى اعمل سهمين اللي هو بغير اذني، اكتب حيوان وغير حيوان. يعني الرهن ممكن يبقى حيوان، انتوا معايا ولا لا؟ وممكن يبقى ايه؟ غير حيوان. تمام. الحيوان المحلوب والمركوب، حلو كده. هنكتب يبقى الاول حيوان تحته ايه؟ محلوب او مركوب، شيء يحلب او يركب او كلاهما، جيد ولا لا؟ ده خلاص. الثاني حيوان غير المحلوب والمركوب، يعني لا يركب ولا ايه ولا يحلب. يعني مثلا لو تخيلنا كده خروف، هذا لا يحلب ولا ايه، اما واضح. الاما بالذات هي مش نوعية المحلوب والمركوب اللي هي ايه، او عبد، حلو. يبقى ده غير المحلوب ولا ايه؟ نمرة ثلاثة غير الحيوان، او السهم اللي لوحده كان ايه؟ ها؟ غير الحيوان. نبدأ بغير الحيوان لان ده سهل، لا يجوز الانتفاع بغير الاذن باتفاق الفقهاء، واضح؟ خلاص لا يجوز. يبقى ما ينفعش ينتفع بدون ايه؟ خلاص خلص. الاولاني بقى اللي هو المحلوب والايه؟ يجوز عند الحنابلة بدون اذن خلافا للجمهور، واضح؟ خلافا للجمهور، واصلة؟ يعني جمهور الفقهاء عندهم مفيش. ليه؟ هنقول كم شوية. غير المحلوب والمركوب برضو عند عامة العلماء لا يجوز، ما عدا رواية عن أحمد في الأمة والعبد، إن يعني ممكن الأمة يستعملها مقابل أنه يأكلها، أو العبد يستعمله مقابل أنه إيه؟ يأكله. وصلت كده؟ لكن العامة لا. كلام في ايه؟ فيما يركب وفيما ايه؟ عشان الحديث الظهر يركب ولبن الدر يشرب، بس الاصل ان الانسان املك بماله، ولا يمكن الانتفاع بمال الاخر الا بايه؟ باذنه. فان شحت نفسه لم يجوز، طالما نفسه شحت خلاص، يعني منع انتهى الامر. نرى اللي في الكتاب بعدين نشوف. قال: وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بالإذن الرهن ولو حاضر. طب الحنابلة بيقولوا ولو حاضر، حتى لو كان المدين ايه موجود غصبا عنه هيعمل ايه؟ نص عليه لما رواه البخاري وغيره عن ابي هريره مرفوعا: الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقه. يقول: ولا يعرض حديث لا يغلق الرهن من راهنه له غنم عليه غرمه، لان نقول به والنماء للراهن، ولكن للمرتهن ولاية صرف إليه نفقاته، يعني الأصل ملكه بس هياخده هو كأنه بيشتريه مقابل الإيه؟ النفقة، لثبوت يده عليه. وفي الحقيقة اللي جاية دي كلام جميل، اللي إيه؟ ولوجوب نفقة الحيوان. عشان كده هو الجمهور ما استدلوش بالحديث لأغلق الرهن فقط، ولكن استدلوا بإيه؟ قوله عليه الصلاة والسلام كان في الصحيح، الحديث في الصحيح: لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه. يبقى هذا مذهب ايه؟ جمهور الفقهاء، انه لا تحلب ماشية، استدلال بالحديث، لا تحلب ماشية امرئ بغير. ولكن في الحقيقة هذا عام، وحديث الحنابلة خاص، والخاص يقدم على العام. تفهميني ولا؟ يعني لا تحلب ماشية امرئ بغير إذن، سواء كانت مرهونة او غير مرهون، لكن حديث الحنابلة خاص حالة الايه؟ فلا تعارض. يبقى كأنك تقول لا تحلب ماشية امرئ بغير اذنه الا في حالة الرهن، عشان نجمع بين الايه؟ الادلة. ولذلك كلام الحنابلة. اما ما قاله الاخرون ان حديث الحنابلة الذي استدلوا به الظهر يركب ويخالف الاصول، وان الاصل ان الانسان لا يستخدم ماله إلا بإذنه ولا ينتفع إلا بإذنه، فيقال لهم الحديث أصل قائم بذاته، فينفعش تقول إن الحديث يخالف الإيه؟ الأصول، بل الحديث إيه؟ أصل. فهذا الحديث أصل في هذه المسألة، وأنه في حالة الرهن يجوز الانتفاع بالرهن بلا إذن الراهن، ولكن مقابل بالعدل.
يعني ما يبقاش بيأكل بجنيه ويركب مقابل كام؟ 10. لا، ولذلك يقولون في الكتب الأخرى متحريا العدل، متحريا العدل. هذا هو يعني ما في الكتاب يقول عليه رحمة الله. ولوجوب نفقة الحرام. طب ابن القيم بيبدأ بقى، ابن القيم بيقول إن الأمر ده في منفعة للكل، واضح. أولا بقاء الحيوان ده منفعة للكل، لو مات ها راح على الدائن وراح على، هو أولا راح على المدين لأنه ماله، والدائن برضو كرهنه وإيه وراه، والحيوان بيحتاج للطعام بصفة مستمرة، فلو قلنا لابد أن تستأذنه وتيجي الأمر إيه صعوبة، فمراعاة لحقوق الثلاثة جاز الإطعام والانتفاع. عشان كده هنا بقول كلمة جميلة، ولوجوب نفقة الحيوان، إن الحيوان ده لا يجوز تركه حتى يموت، فلابد أن إيه ينفق عليه. طب العربية لا خلصانة، العربية في غير الحيوان، يبقى لا يجوز الانتفاع بها بإيه إلا إذا غاب صاحبها وكان لابد من تمشيتها أو قيادتها لمسافة وإلا عطبت، صح؟ فهذه ضرورة، وفي الحقيقة فيها إبقاء لإيه؟ لماله. فهو يأتي بالبنزين يحركها بس عشان إيه؟ حتى لا تعطب، وبالتالي يضحك الاثنين. ها؟ الله أعلم، هيجي هيجي المسألة. قال ولجوب نفقة الحيوان، فهو كالنائب عن الملك في ذلك، ومحله إذا أنفق يعني محله هذا محل إنه هو إيه يركب ويشرب، محله إذا أنفق بنية الرجوع، يعني أنفق ويرد العوض. أما لو أنفق وهو ها متبرع فليس له شيء. وأما غير المحلوب والمركوب كالعبد والأمة فليس للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر النفقات، نص عليه لاقتضاء القياس أنه لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء. تركناه في المركوب والمحلوب للإيه؟ للخبر. قدمنا الحديث على الإيه؟ على القياس، مش القياس أن كل واحد، لا. قال تركناه في المركوب والمحلوب للخبر. قال ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن. قال في الشرح لا نعلم فيه إيه الخلاف، بس في المحلوب والمركوب وفي العبد والأمر الرواية، والباقي كله إيه ها ليس اتفاقا. قال وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن. يقول لطيب نفس ربه به ما لم يكن الدين ها قرضا، فيحرم الانتفاع لجر النفع. هذا هو محصلة مذهبهم، بل ومذهب الجمهور، ولكن الشافعية تعمموا، قالوا هذا في كل الديون لا يجوز الانتفاع مجانا. طب لو انتفع مجانا يخصم من، يعني لو أذن له هنعمل إيه؟ نقول لهم هذه معاملة غير صحيحة، هتخصم منين؟ من الدين، فاهمين؟ أو تعطيه، مش عايز تخصم من الدين كافئه عليه عوضه عنها. قال لطيب نفس ربه بما لم يكن الدين قرضا فيحرم الانتفاع لجر النفع، اللي هو قرض جر ايه. قال احمد اكره قرض الدور وهو الربا المحض، الدور لا تقرض، مش متصور ان يقترض دار ويدي له ايه دار. اما ليه معنى قرض الدور؟ قال يعني اذا كانت الدار، يشرح العباره، يعني اذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن. وهذا للأسف الشديد شيء اشتهر في صعيد مصر، أنهم يقرضون ويأخذون الأرض رهنا ويزرعها الدائن حتى يأتي المدين بالقرض أو بالدين، وكأنه يدعو الله أن يتأخر، واضح. فطالما تأخر فهو ماله يدر عليه، يدر عليه، واضح. وطبعا لو كانت قرض هيبقى عنده كلهم كده ايه ربا، وفي الغالب الام تبقى قرض، حتى مسمينها في الصعيد يسمونها رهنية، يقول له اعطينا 10,000 يقول له فين الرهنية، يقول له هناك الارض، فهي خلاص بقيت معروف، هو التاني يزرع لحد ما التاني ايه يأتي بالقرض، هو ده المعنى. عشان كده احنا اكدنا ان مذهب الشافعية والمالكية في القرض اجود، ان هو انما يضبط او يجوز، او ان ما يصح فيه القرض هو ما يجوز السلم فيه، واضح. لان الدور والعقارات لا يجوز السلم فيها عند احد.
فاكرين الكلام؟ عايزين مناقشات طوال إن شاء الله كما اتفقنا. المهم قال يعني إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع به ها ينتفع بها ها المرتهن، يبقى أخذ قرض واداله الدار اسكن فيها حتى يسكن مجانا، أو يعطيه أرض ازرعها ها مجانا، لكن لو قلت سيسكن بأجرة المثل فلا انتفاع، أو سيزرع الأرض ها بأجرة المثل فلا ها فلا انتفاع. قال لكن يصير مضمونا عليهم الانتفاع به مجانا لصيرورته عادية. غلط، عارية، هذه مكتوبة خطأ. اللي عنده بالدال يجعلها راء، واللي عنده بالراء لا يفعل فيها شيئا. ها كم واحد عنده دال؟ يا كل ده عنده دال مثل التي معي. المهم والأمر كالآتي، هو بيقول له أعطني رهن، قال له الدار رهن، تمام. الدين ما كانش قرض، لأنه لو كان قرض الانتفاع بالدار ها مجانا جائز ولا غير جائز؟ يبقى دي مسألة منتهية. لكن الدين كان تمن سلعة أي شيء، فاداله هو الدار رهن، قال له ولو عايز تسكن اسكن، فسكن. واضح؟ هنا تحولت هي من كونها رهنا إلى كونها عارية، لأن الرهن الأصل أنه محبوس معطل المنافع. حلو كده الكلام؟ هو دلوقتي هيعمل إيه؟ هينتفع، فصارت الدار عارية لأنه ينتفع بلا إيه؟ بلا عوض، فدي اسمها إيه؟ عارية. تمام ولا لأ؟ يعني أنه واحد أعار واحد مثلا سيارة، قال له خد وصل أخوك في الفرح، أو أعاره سكينا ليذبح بها، أو فهذه كلها تسمى عارية. والحنابلة مذهبهم أن العارية مضمونة بكل حال، فرط المستعير أو لم ها، وهذا سيأتي تفصيل الكلام فيه في وقته إن شاء الله. واضح؟ هذه المسألة هل سترد على القول الراجح أم لا ترد؟ سترد أم لن ترد؟ لن ترد. احنا اخترنا أنه لا يوجد إيه ها انتفاع مجانا، سواء كان الدين قرض أو ها أو غير ذلك. فاهمين ولا لا؟ قال ومؤنة الرهن وأجرة مخزنه ترى. هل أتت المسألة؟ يا لكم من متعجلين نصا صحيح. فالحمد لله أني كنت فاكر أنها تيجي. قال ومؤنة الرهن، يعني الآن السيارة أو الحيوان محتاج، بلاش الحيوان، سيارة عايزة تكلف. المهم أجرة مخزنه، أجرة رد من إباقي، يعني هذا عبد هرب محتاجين واحد يستأجر عشان يعمل ايه كل ده على مالكه، لأنه دخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم وعليه غرمه، له غرمه وعليه ايه غرمه. هذا مذهب أكثر أهل العلم، الأحناف لهم تفاصيل كده غير صحيح. قال لحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن، له غرمه عليه غرمه، رواه الشافعي والدارقطني. وإن أنفق، طبعا يعني كان مسألة جميلة اللي هي لو انه انتفع عند الحنابلة بدون اذن يعملوا في ايه؟ قال اذا انتفع المرتهن بالرهن باستخدام، المسألة برا الكتاب، او ركوب او لبس او استرضاع، خد الامة خلاها استفاد منها يعني، او سكنة او غيره، حسب من دينه بقدر ذلك. قال الامام احمد يوضع عن الراهن بقدر ذلك. هنخصم، مش انت استخدمت بدون ايه؟ مش احنا اتفقنا ان فيه بغير اذن في غير الحيوان المسألة ايه؟ مقفولة خالص، صح عند الكل. طب هو عمل كده هنخصم منين؟ من الرهن. وعلى الراجع حتى لو كان بإيه؟ بإذن هنخصم. تمام؟ تمام. قال عليه رحمة الله وإن أنفق المرتهن، وإن أنفق المرتهن أي الدائن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرتي على استئذانه فمتبرع حكما. لماذا قال حكما؟ لأنه ليس متبرع حقيقة، هو ناوي يأخذ العوض، بس سنعامله معاملة الايه؟ المتبرع. يعني هو بيقوله انت دلوقتي خدت دار رهن، فعملت بقى ايه؟ صلحت فيها، عملت، وانت تستطيع ان تستأذن مين؟ الراهن اللي هو مين؟ المدين. تقول له والله الشقة محتاجة تمام، فانت لم تستأذن، اذا فانت متبرع، لا تلزمه بنفقة ها لم يوافقك ايه عليه. الصحيح والله اعلم أن يفرق بين ما كان واجبا وما كان غير واجب.
فما كان واجبا على الراجح يأخذه سواء استأذن أو لم. ها؟ وهذا مذهب المالكية واختيار ابن تيمية الذي قال الله استدل بقوله تعالى قال قال شيخ الإسلام قال الله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ولم يذكر الله عز وجل إذنا ولا عدما. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله إن قال له أنا لم آذن لك قال له يعني أجابه فقال هي واجبة عليك. هو هنا الفيصل. لو قال له لم آذن قال له ده كان لابد منها يبقى خلاص. لكن أنت بتعمل كماليات شيلها أنت يعني لا تلزمني واضح ولا لا بما لا يلزمني. لكن مثلا شيء بدون السيارة هتبوظ فلحقت بسرعة أعمل ما على المحسنين من سبيل هل جزاء الإحسان ها إلا الإحسان. فده شيء كان لابد منه فيقول له أنا لم أذن لك قالت واجبة عليك كان بدونها الرهن كله هيتلف. أبقيت لك مالك وفي الحقيقة وأبقيت وثيقتي يعني إحنا ليه بس أنا لم أكلفك ما لا يلزمك هو ده الكلام. لكن لو إنه هو إيه وعلى فكرة ده مهم قوي في اللي بيأجروا شقة ولا حاجة وعايز يعمل حاجات فخمة قوي والله لو رضي صاحب الشقة ما رضيش بتاعها لماذا تلزمه. يقول فمتبرع حكمة لتصدقي به فلم يرجع تصدقي به حكما وليس إيه حقيقة. قال فلم يرجع بعوضه ولو نوى الرجوع كالصدق على مسكين يعني اللي تصدق على مسكين كده كده إيه خلاص لم يرجع فحكمه كده. بيقول ولتفريطه ويمكن ده أقوى شوية لأن المتصدق على مسكين قد نوى الإيه الصدقة. قال ولتفريطه بعدم الاستئذان يعني كان يمكنه الاستئذان ولم يستأذن وإن أنفق بإذنه بنية الرجوع. بص كلام الإذن غير عدم الإيه وبنية الرجوع لأنه تبرع رجع لأنه نائب يعني هو بينفق نيابة عنه أشبه الوكيل. وإن تعذر استئذانه لأن اللي كان في الكتاب في المتن مع قدرتي على ها هنا المرة دي ها تعذر الاستئذان وأنفق بنية الرجوع رجع ولو لم يستأذن الحاكم واضح ولا لا لاحتياجه لحراسة حق يعني هو محتاج للنفق والراهن مش موجود صعب استئذانه فيعمل ايه يصرف ويرجع بيها طالما انه متعذر استئذان مين الاخر. قال وكذا وديعة قياسا بقى نفس عايز يقول فوائد يعني وديعة وعارية ودواب مستأجرة ودواب مستأجرة هرب ربه يعني ايه وديعة صاحبها مش موجود او متعذر استئذان واحتاجت لايه لنفقة فالمودع هيعمل ايه هينفق ويرجع على لانه متعذر استئذانه انتوا معايا ولا لا. كذلك عارية يعني واستعار شيء وصاحبها مش موجود ومحتاجة للايه للنفقة يبقى ينفق وايه ودواب مستأجرة هرب ربها واضحة جدا يعني هو راجل مش كويس يعني ايه نصب على ناس ياما فساب زي ما بيقولوا كده في الكتب فترك الجمال وهرب يعني هو كان يعني اكتر صورة متصورة عندهم ايه انه بيأجر جمال رايحين عمرة ورايحين ايه حج وعمل ايه طب الراجل عشان يروح المشوار يكمل محتاج يعمل ايه ينفق وصاحب الجمل هرب المفروض هو يأكل الايه الجمل بتاعه يرعاه يبقى موجود معاه انتوا معاه ولا لا هو راح وسابه ولا مجال للاستئذان هيعمل ايه هينفق وايه وفي بقى صور تانية هتيجي في وقتها ان شاء الله ان القاضي هنشوف القاضي هيتصرف ازاي. قال فله الرجوع اذا انفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر اذن مالك. فصل لابد ان نفرق بين شيئين. هذا الفصل هذا الفصل ليس فيه الضمان هذا الفصل في الاختلاف في الرد. مسائل الضمان مسألة تانية انتوا معايا ولا لا ها كاتب ادعاء الرد هو جيد كده الاختلاف في الرد يعني ايه اختلاف الرد من عدم. الان الرجل اخذ الرهن والحمد لله الراهن تمكن من السداد قال اعطني رهني قال اعطيتك قال لما قضيتني رددت لك ايه قال بل لم ترد
وأمسك بتلابيبه وأتى به إلى القاضي. فماذا يحكم؟ فبماذا يحكم القاضي؟ هذا الذي في الكتاب سنرى بماذا يحكم. يقول فصل: ومن قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر. وعندي في نظر طبعا الأجير هي ليست مصلحة خاصة، يعني هي في الحقيقة أشبه أن يقال أن هذه منفعة مشتركة. يعني دعونا أن نبين الفارق. هناك من قبض العين لحظ غيره، هناك من قبض العين لحظ نفسه، وهناك من قبض العين لمصلحة مشتركة. ولنضرب مثال، يعني هذا الكلام أراه ليس يعني في بعض الصور ليس دقيقة، ولنتكلم الآن. أنا الآن اقترضت، من المنتفع؟ ها أنا أوضح من الاقتراض، دعونا من الاقتراض الآن. العارية، العارية أخذتها لحظ من؟ أنا قبضتها لأنتفع. صاحبها بماذا ينتفع؟ لا شيء، الأجر من الله فقط، لن يأخذ أجرة ولا شيء، صح؟ يبقى قاطعا العارية مثال 100% على صحيح، منطبق تماما على من قبض العين لحظ إيه؟ فلنعكس. المودع متبرعا، يعني أنا أريد أن أسافر، فقلت الإنسان خذ هذه السيارة ضعها عندك أمانة أو مال ذهب أو المهم نقد، قلت له خذ هذا عندك وديعة تبرعا، هو أخذه لمنفعته ولا لمنفعتي؟ ها أنا يبقى لحظ نفسي ولا حظ غيري؟ حظ غيري. ده هو يندوش كل شغل، خذوا بالكم مش بتاعت، حطها في الدولاب، مش تبعنا يا ابني، هو حد يغلط وإيه وينفق منها؟ هي فعلا بتبقى مسؤولية. وعلى فكرة هتيجوا تدرسوا الحاجات دي لا حكم خاص، يعني الوديعة 200 جنيه بالسيريال نمبر غير أي حاجة تانية، يعني الوديعة ما يديك 200 جنيه وديعة هتبقى 200 جنيه بالرقم المسلسل كما هي، لا يصلح ان انت تاخدها وتحط واحدة تانية، ما ينفعش عند العلماء، الا ان لو هتاخد تفك فهذا يسمى تصرف علم اذن صاحبه. الوديعة دي شديدة، هم هتاخده كمان شوية ان شاء الله ما نوصل، هياخد الوديعة ويلف وعلى خيط بتاعت فلان، بيفتح ويدور ويشوف خان الأمان، انت تفتح ليه؟ طب طلعها وبيتفرج، ما ينفعش، دي أمانة فيش داعي. ده عند الحنابلة خنت الأمان وعندهم ورطة كبيرة، يعني أسمت. المشكلة مش انه ضمان بس، مشكلة انه خان، يعني وصف صعب. وبعدين عند الحنابلة لو رجعتها تاني ما نعرفكش، انت ضامن ضامن انتوا، الا لو كان الراجل قال لك كلما خنت عدت امينا، يبقى هو فتح لك الباب الايه الوقت، هو بيحاولوا يعني. لان المذاهب الاخرى في اختلاف، يعني مثلا مالك وحنيفة عندهم ان هو لو تاب واناب وقفلها خلاص. طب انا بقول دي ليه؟ انا مش عارف حاجة، الناس يتزنق يقول لك اخد منها واخر الشهر بقى ايه، ما ينفعش عند احد خالص. ها ده اسمه قرض، انت بتقترض لازم تستأذن مين؟ عشان كده سيدنا الزبير كان بيجيب يعني يريح نفسه، واحد يقول له خد دي عشان يبقى قرض انا خدته، ما تسالنيش بقى ايه هتصرف. هذا فقه طبعا، لان الوديعه، عشان بس بتكلم كده عشان يعني الناس تنتبه وتعلم الناس ان الوديعه حاله فيها تجديد. المهم في حاجه في النص بقى هتبقى مصلحه ايه مشتركه، زي المضارب، هو حاطط المضارب هنا، واضح معايا ولا لا؟ حاطط المضارب انه ياخد الحظ ايه نفس اللي هو بيكسب وياخد المكسب له، ورب المال ما بياخدش. طبعا كلام غير فقهي، يعني اقصد كلام غير صحيح، هو فقهي طبعا بس في نظره فيها قاصره، لان المضارب بياخد المال لمنفعه ايه مشتركه، الاثنين بيربحوا، بل ربما يكون المضارب نسبته ايه لا انا عايز اضرب مثال بنسبته اقل، فيبقى رب المال بيعمل ايه؟ فازاي تقول دي مصلحة نفسه؟ ده ربما تكون مصلحة التاني ايه اكتر. انتوا مستوعبين ولا لا؟
واضح. والا في له مصلحه نفسه ما انت يعني ما تاخدش حاجه. يبقى اقول له خد اكسب واللي ايه ولا متبرع ليك. طب تعال نقرا شويه بس، انا عايز اقول بعض في امثله يعني ايه. قال ومن قبض العين لحظ نفسه كمرتهن، على اساس انه ده يعني ايه وثيقه لايه لديني، واجير ومستاجر دي يعني فيها شيء، مشتري اكيد خذله، بائع غاصب طبعا بلا شك ده الحظ نفسه قطعا ده مجرم، واضح ده غصب يعني اخذ شيئا من اخيه قهرا، وملتقط يعني في حاجه ضيعه ووطى خدها فهو اخذه على اساس تعد السنه وايه ويتملكه، واضح مش هو هيعرفه سنه بعد سنه ايه. قال ومقترض هذا طبعا بلا شك مصلحه، مضارب ده في نظر كبير، وادعى الرد للمالك فانكره لم يقبل قوله الا ببينه. قال وهو المشهور عن احمد، وخرج ابو الخطاب وابو الحسين وجها بقبول قول المرتهن ونحوه في الرد، لانه امين في الجمله يعني هو في النهايه ايه حظ نفسه مش حظ نفسه ده هو ايه امين. وكذا الخلاف في المستاجر قاله في القواعد وقدمه في الكافي، يعني في قول تانه ان هو ايه يقبل قوله فين رديت لا ما ايه ما ردش نصبر قليلا. وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل، يعني ايه بقى وكذا مودع بجعل، يعني لازم تفهم جعل راجع على ايه، جعل راجع على كل اللي فات. وكذا مودع بجعل ووكيل بجعل ووصي بجعل ودلال بجعل، لان المودع بلا جعل هذا لا يمكن ان يقال قبض العين لحظ ايه نفسي، ده قطعا قبض العين لحظ ايه غيري، وهذا لا محل في الكلام، اذا ادعى الرد خلاص يحلف وخلاص لانه امين تماما. تفهمني ولا لا؟ طيب وكذا مودع ووكيل ووصي كل دول بجعل ودلال، عارفين الدلال زي السمسار بجعل. اذا ادعى الرد قال في القواعد، وان كان كل ده مصلحة مشتركة، يعني المودع بجعل انا منتفع وهو بياخد ايه المهم. قال في القواعد ابن رجب ذلك الكتاب الفذ الذي بعضهم يعني دهش وصدم كيف لابن رجب صاحب الرقائق ان يؤلف مثل هذا الكتاب الذي هو من اصعب ما يكون فهمه اصلا. كتاب متين جدا كله يعني كأن فروع المذهب الحنبلي، يعني بحط قواعد تجمع فروع كتيرة يعني شيء رهيب. المهم قال يعني أفصح فيه عن متانة فقهية فوق التخيل. هو فعلا ابن رجب يعني سبحان الله مأخوذ عنه أنه هو رقائق أكثر من حاجة تانية مش كده ولا لا، لكن الكتاب ده أبدى فيه أنه لا متخصص في الفقه جدا. المهم قال القسم الثالث، وكان احسن طبعا اظن لسه مجتهد فيها قوي الشيخ الاردني اسمه ايه مشهور عاملها في ثلاث مجلدات ومجلد رابع فهارس كم. قال القسم الثالث ابن رجب يقول من قبض المال لمنفعه مشتركه، بص كلام ابن رجب ادق من اللي في المثل بياما، صح كده حقيقي. من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبينه مالكي كالمضارب، كلام سليم. كيف تجعل المضارب قبضه لإيه لحظ نفسه؟ هذا فيه نظر بعيد، ليه هو الرجل التاني مش هياخد؟ لا قطعا فقه والشريك والوكيل بجعل عهو مش كده، أنا أتكلم المودع بجعل المهم، والوصي كذلك أي بإيه بجعل. ففي قبول قولهم في الرد وجهان لوجود الشائبتين في حقه. ما هما الشائبتان؟ شائبة أنه منتفع كأنه أخذ الحظ إيه بس واخدش الحظ نفسه فقط، وشائبة أخرى أن أنت أتمنته، ما أنت مش تروح تدي الفلوس لأي حد يضرب لك بيها فهو أمين بلا شك، هذه لا كلام. ولذلك في جزء لا يختلفون فيه، عشان كده بقول لك ما تدخلش الاثنين فين، يعني لو المضارب قال السلعة تلفت هو أمين، قال الأموال الدتالي تلفت هو أمين هيحلف. خد بالك شفت التلف هنعمله قولا واحدا ان هو ايه امين. الكلام دلوقتي فين مش في التلف، في الاختلاف فين؟ عشان كده اقول لك خد بالك الفصل ده فين، ما تنقلش مسائل لاخرى.
واحنا في الاول كده وبنتعلم لازم نرص كل حاجه فين؟ في مكانها. قال: لوجود الشائبتين في حقه، احدهما عدم القبول. يعني ايه؟ هيقول رجعتها يبقى ما نقبلش قولك. ماذا يترتب على ذلك؟ هنقول للمضارب هات شهود، ما جابش هيحلف المالك انه ما رجعهاش. ما هو عدم القبول يبقى هات شهود. انتوا معايا ولا لا؟ هنا يبقى هو المدعي، صح ولا لا؟ يبقى هات شهود. ما فيش، نرجع لمين؟ للمالك. طيب تعال نشوف نص عليه. يعني ما احمد قال في المضارب في رواية ابن منصور، دول تلامذة الامام احمد، قال: وهو اختيار ابن حامد اللي هو شيخ القاضي، وابن ابي موسى، والقاضي بقى اللي في المجرد، وابن عقيل وغيرهم. جيد. والثاني القول الايه؟ ها الاخر، قبول قولهم في ذلك بناء على ان هم ايه؟ امناء. انتوا معايا ولا لا؟ قال: اختاره القاضي في خلافه، وابنه ابو الحسين، والشريف ابو جعفر، وابو الخطاب في خلافه، ووجدت ذلك منصوصا عن احمد. بص بقى البحث والتنقيب عشان تعرف بقى ان ابن رجب في القواعد ابدا. قال لهم لا، ده في روايه عنه وفي روايه ايه؟ عنه منصوصه. ووجدت ذلك منصوصا عن احمد في المضارب ايضا ان القول قوله بيمينه. ها غلب كونه ايه؟ بصراحة وجود الشائبتين دول، خد بالك في ناس خدوا الحظ نفسهم بس خلاص لازم يجيب ايه؟ بينة زي بتاع العارية. انتوا معايا ولا لا؟ لكن اللي وجود الشائبتين ده ايه؟ فعلا الامام احمد تردد مرة، خلى ان القول قول رب المال ولازم المدرب يجيب ايه؟ شهود. ومرة خلى القول قول مين؟ ولذلك انا صراحة عجبني جدا ترجيح الشيخ العثيمين، جدا جدا. طالما هم اللي اختلفوا هنرجح بحاجة من برة، أن الأصل بقاء مكان على مكان. تفهمتوها دلوقتي ولا لا؟ يبقى احنا حظ نفسه لا أمين. طب خلينا نقول قاعدة ثابتة، أن الأصل إيه؟ ها بقاء مكان ها على مكان. يبقى الأصل أنه هو فين؟ أن أنت خدته، فأنت محتاج لإيه؟ لجهود. وهو مدهولك صح في قدر من الائتمان آه، بس انت برضو واخده لايه؟ يعني ده مش ائتمان تام. زي ايه؟ زي الوديعة. خلاف قوي قوي جدا، واضح قوي ان احمد متردد تمام التردد. قال: وبلا جعل. خلصانة بقى، ده امين ايه؟ يعني بلا جعل؟ ها مودع، ها وكيل، ها وصي، ها دلال. ما تخربش بيته بقى تقول له ما رجعتش ويحتاج يجيب ايه؟ شهود، هو مش منتفع خالص. قال: قوبي يقبل قول بيمينه لأنه أمين قبض المال لمنفعتي ها مالكي ها وحده، يبقى ده لحظ إيه؟ غيري. قال معناه في القواعد. هو هنا اطلع على كلام ابن رجب فاستفاد منه. على فكرة كلام ابن رجب أدق من كلام الشيخ مرعي، صح؟ الشيخ مرعي جاب المضارب وجاب مش عارف إيه، والوصي بجعل والوكيل بجعل، لكن ابن رجب شايف إن ده فيه الإيه؟ الشائبتان، فراح قايل لمنفعة إيه؟ مشتركة. كده انتهى الرهن تماما، باب الضمان والكفالة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.